النهارده تم توقيع مذكرة للعمالة المصرية تشتغل في قبرص، تحدث عنها الوزيرين، تحدث الوزير سامح شكري، وبعد ذلك هنتابع الوزير القبرصي. متابع. وقعنا مذكرة التفاهم الخاصة بالعمالة المصرية في قبرص، مجال مهم يفتح ويؤكد العلاقة الوثيقة اللي تربط بين البلدين، وأيضا التكامل القائم فيما بينهما، بحيث نستطيع العمالة المصرية أن تعمل في المجالات التي وفقا للأولويات القبرصية لدعم الاقتصاد القبرصي، وبالتأكيد له عوائد أيضا اقتصادية مهمة بالنسبة لمصر. نعم، هناك بعض هذه التقارير وهناك بعض التفاصيل الفنية حول الموضوع بالنسبة للسياحة مثلا والمناخ أيضا، وبعض الأمور متعلقة بتأسيس هذه الممر.